اتركوا سوريا هو واحد من شعارات أطلقها متظاهرون إيرانيون في العاصمة طهران احتجاجا على هبوط العملة المحلية، وطالبوا النظام بالاهتمام بالشأن الداخلي بدل الدعم العسكري لنظام الأسد. هنا في سوق الأجهزة الإلكترونية احتشد المتظاهرون بعد أن أغلقت المحلات أبوابها بسبب ارتفاع سعر الدولار الذي وصل سعر صرفه إلى أكثر من 40,000 ريال إيراني. في غضون ذلك نظم ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة طالت الرئيس حسن روحاني، وطالبوا بتغيير فريقه الاقتصادي للخروج من الأزمة التي بدأت ملامحها تنعكس على المواطن البسيط. من جهتها رئيسة المقاومة الإيرانية مريم رجوي اعتبرت في تغريدة لها على تويتر أن أزمة العملة الأجنبية وارتفاع الأسعار هما حصيلة سياسات نظام الملالي الذي سرق مئات المليارات من الدولارات في السنوات الأخيرة أو تم إنفاقها على القمع المحلي أو القتل في سوريا وبلدان أخرى في المنطقة. هذا وتتصاعد وتيرة المظاهرات في إيران بين الفينة والأخرى احتجاجا على ممارسات النظام، وخاصة فيما يتعلق بسوء إدارة البلاد وازدياد الفقر، حيث تشير آخر الإحصائيات إلى أن نصف سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر.